جمع البلا الله يجيب شي خدام ان شاء الله اللي يخدم معايا اليوم. الشريف الشريف الله يجازيك بخير، انا راه تنقلب على شي خدمه والله ما عندي الزهر، فين ما مشيت كيردوني فين ما مشيت كيجريو عليا. اخويا محبابي الا خدمتيني راه وما تنعجبك انا راه نخدم. اشنو عندك اش تدير؟ وجميع الخدمات تنديرهم، الخدمه اللي طاحت عليك على راس تنديرها. ياك اخويا ايه تتعب تكتب شويه زعما هذاك الشيء ديال نديرني ايه وتكتب انا هكا 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 ما تخممش انا. المهم قاري ويلي واش قاري ولا ما قاري؟ انا عرفتي المستوى ديالي فين وراه الاساتذه جايين هنايا واش قاري ولا ما قاريش؟ وعير قول لي دابا انت واش عرفتي المستوى ديالي فين؟ الباك فوت الباك سيونس سير فوت سيونس لافاك شتي لافاك فوت لافاك سيزيام اني شتي سيزيام اني خرج كاع عندها من المدرسه تيرني الشهر الجامعه شتي قربتي شتي الجامعه دور على اليسار دور على اليسار دكتوره شتي دكتوره سير النيشان ودور على اليمين فين اخويا تحذيري مالي واللي راك قاري المزاح هذا راه انت لا تخدم عاوتاني ها باش ها باش غادي نخدمو لا خدام انا جاب راسي وقف شويه لا 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 واش قاري شويه ولا ما قاري؟ لا وما تنقول انا قاري راه معنا الاساتذه هنا كاين هنا اللي عنده معاك لغات خمسه سته لغات وراه هو السيد راه هو فين كاع الملقى اللي كاع في القرانه خرج هو وكمل كان راه هو من دار المهم قاري والحمد لله يعطيك الصحة هادشي هو اللي فيه نعم شحال من لغة عندك؟ عندي 12 لغة كي دايرين؟ عندي الإنجليزية وعندي لونجلي وعندي سبيك انجليش وعندي انجليش لونجلي جليجلي اسبانيون امريكان كوريا الجنوبية والشيحة والعربية فابور تحية من الرئيس سيدي عبد الله سير مرضي يولي تسعة خويا ما عندي ما تسال يلا ودابا راه الناس تيسمعونا عليا ما تحشمنيش امي رجال هذا بارك الله راه كبير تبارك الله الله يحفظه اعطيني شي ربعات لي كلمات بالميريكانيه ما تحشمنيش بغيت تجربني واش انا قريت انا غادي نعرفك واش قاري الميريكانيه ولا لا بسم الله يلا دور هاو ار يو تو داي مي فريند اي از فيري جود جود ويلكم ثانك يو فيري ماتش اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا فرحان جد فرحان اليوم في مدينه زومي اللي جيت لهذا المهرجان. تبارك الله هذا مهرجان كبير عرس كبير كاين واحد تنظيم الجمهور يعني الجمهور مشتاق للفرجه مشتاق لبزاف د الحوايج يعني واحد الجمهور اللي ما شاء الله تنبارك اليوم انا هذا العرس هذا وهذا المهرجان هذا لا من التنظيم لا الناس ديال التنظيم لا جميع الناس اللي مشاركين في المهرجان والناس اللي جراو جنود الخفاء تبارك الله عليهم السلطه الرابعه حتى هي التحيه لهم يعني احنا فرحانين هذه هي المشاركه الاولى في هذا المهرجان هذا ديال زومي. تقدر تقول انا في الحلقه ما بقاش قصر جمعتنا بوحدو؟ لا ماشي الجمع عرفنا عندها واحد الساس اللي هي من الجمع عرفنا تيعرفونا الاصدقاء ديالنا وحبابنا وحنا ان شاء الله تنتمناو منين نوصلوا الجمع عرفنا بيكون واحد الفيديو بيطلع في القناه ديالنا انتم تعرفوا القناه ديالنا حول الواتساب ولا الفيسبوك ولا تويتر ولا بزاف المواقع اللي هما غادي نقولوا فيها هذا الشيء اللي شفنا شفنا الكرم شفنا الخير في هذه المدينه لا من جميع السلطات لا من الجمهور لا من بزاف الاحباب ديالنا لا من السي عبد الله عبد الله المصباحي وسعيد وخوته كاملين عبد الله المصباحي رئيس الجمعيه هو اللي كان واحد الاتصال وجا عندي الجمع عرفنا ودرت واحد الفيديو محمد حويط ومحمد حويط والسي عمران والسي عمران اللي ضيفنا واحد الضيافه اللي هو كبر بينا تنشكروه بزاف والله يحفظه. ايه انا راه داير بزاف المسرحيات وانا غادي نشوف هاد الناس شي دراري هنا عندكم دايرين واحد المسرحيه انا درت مسرحيه في هولندا السميه ديالها مشى ما جا كل وهمه مسرحيه اخرى مع الشرقي السروتي ديال سبعه رجال ديال جراده مالحه درت فيلم سينمائي هاد العام هذا اللي هو سميتو الشطاح
وفين من الوطن دو ماروك. وان شاء الله حنا تنتمناو ان شاء الله باش يكون الكثير ونعطيو لهذا الجمهور ونعطيو لهذه البلاد داك الشيء اللي تستحق واللي عطينا لهذا الوطن هذا قليل. والله ينصر سيدنا وتعيش الحكومه ديالنا والله ينصر سيدنا. تحيه لكم وتحيه للسلطه الرابعه اللي تتوصل الرساله وتتجري وتتسهر. شكرا بزاف. تحيه للجمهور كامل ديال الضو الله يعمرها دارت الله فينا مفتخير وفرحنا مزيان. وتحيه للناس وتحيه للامهات وتحيه للسلطه كامله وتحيه للصحافه ديالنا والشباب والناس ديال الزوم كل شيء. تحيه لكم وتنميرتي مزيغ ان غلاب تنميرتي مزيغ. تحيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.